السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلابنا علماء المستقبل في مادة الفيزياء للأول الثانوي العلمي. إن شاء الله اليوم رح نتكلم في درسنا الثاني عن بعض خصائص الموجات، تداخل الموجات وحيود الموجات، وهدول الخاصيتين كتير مهمين وداخلين في حياتنا العملية. خلينا إذا نبدأ مع بعض. إذا نبدأ بواجبنا البيتي، قارن بين عمليتي انعكاس الموجات المستعرضة التي تنتشر على سطح الماء وانكسارها. إذا بهيك سؤال مطلوب، إحنا بدنا نقارن بين مين؟ الانعكاس والانكسار للموجات. بهذا الشكل إذا بدنا نبدأ باستخدام هذا الجدول لانعكاس الموجات. إذا بدنا نبدأ فورا أفكر بالتعريف. شو تعريفنا لانعكاس الموجات؟ اللي هو ارتداد الموجات عن سطح عاكس. إذا لما تيجي الموجة عندنا على سطح عاكس بدها ترتد، أما الانكسار هي عبارة عن انحراف الموجة عند انتقالها لوسط مادي آخر. انحراف الموجات عند انتقالها لوسط مادي آخر. نيجي كمان نقارن هلا بين انعكاس الموجات والانكسار، بحيث انه بنذكر انه بالانعكاس تصبح القمم قيعان، تصبح القمم، اذا حكينا قيعان، والقيعان والقيعان قمم. طبعا كمان احنا بنذكر مش بس القيعان، القمم حصير قيعان والقيعان قمم، كمان تضاغط حيصير تخلخل، والتخلخل حيصير تضاغط بحالة الموجات الطولية. اما بالنسبة للانكسار فانه رح يصير عندي تغير في اتجاه انتشار الموجة. طيب في كمان عندنا نقطة أخرى ممكن نقارن بينهم بالنسبة لانعكاس الموجات، هل بتغير عند التردد أو السرعة أو الطول الموجي؟ ما رح يتغيروا، حيضلوا ثابتين. أما بالنسبة للانكسار حيبقى التردد هو الوحيد اللي ثابت، والسرعة والطول الموجي رح يتغير. إذا خلينا نكتب بالنسبة للانعكاس تاء د اللي هي التردد، التردد والطول الموجي ولمدة وعين اللي هي السرعة تبقى ثابتة للموجة الساقطة والمنعكسة. أما بالنسبة لانكسار الموجات بيكون هو التردد فقط اللي ثابت، وبيكون لمدة اللي هي طول الموجي والسرعة متغيرة، يعني راح تتغير في الشعاع المنكسر. إذا هيك بنكون إحنا قارنا بين الانعكاس والانكسار. ننتقل إذن للنتاجات المتوقعة اليوم منك، إنه في نهاية الدرس حتعرف لنا تداخل الموجات وحيود الموجات، توضح شو هاي الخصائص. حنشرح كمان مبدأ تراكب الموجات أو مبدأ التراكب الخطي. حنكمل بالرسم أيضا تداخل البناء والهدام. حتوظف خصائص الموجات في تفسير بعض المشاهدات الحقيقية في حياتنا العملية والتطبيقات اليومية. كمان رح ترسم موجة التداخل وشكل الحيود للموجات الناتجة باستخدام مبدأ هايجنز. إذا ما المقصود بتداخل الموجات؟ وهذا الموضوع اللي كتير مهم عندنا اليوم. خلينا نشوف، عندنا في بعض الكائنات الحية تقدر تعمل تداخل للموجات. خلينا نشوف كيف. عندي هون خفاش، دولفين، وكائنات حية أخرى. هذه الكائنات كلياتها بتستخدم موجات صوتية بتطلقها حتى تعرف وين موقعها. في بعض الموجات كمان عم تتداخل، زي ما احنا هون شايفين بالصورة موجات المي اللي بخلف البطاط. في عنا هون موجود كمان تداخل، بحيث انه احنا اطلقنا موجتين من الطرف اليمين ومن الطرف اليسار في هذا الزنبرك او بهذا النابض، ولاحظنا كيف دخلوا مع بعض. نلاحظ المنطقة اللي في الوسط شو حصل فيها هون، ايوه داخلوا الموجتين. شو بعدين صار فيهم؟ الموجة اللي كانت جاي من اليمين راح تكمل عندي باتجاه اليسار، واللي جاي من اليسار تكمل اليمين. هاي الاثبات كمان، لانه اللي جبتها من اليمين للاسفل كانت، فحتكمل باتجاه اليسار بعد ما يصير تداخل. أما الموجة اللي كانت جاي من اليسار لاحظتوا إنها كانت موجودة بتبدأ في الأعلى وحتكمل للأعلى حتى بعد منطقة التلاقي أو منطقة التداخل. إذا الموجات وتداخلها موضوع جدا مهم،
خلينا نشوف إيش المقصود في تداخل الموجات. تداخل الموجات هنا يعني اللي هو الأثر الناجم عن التقاء مجموعة من الموجات النوع من النوع نفسه وفي وقت واحد. إذن هو الأثر الناجم من إيش؟ التقاء. عم بصير عندي هنا التقاء لمجموعة من الموجات، وهذا لازم يكونوا من إيش؟ من النوع نفسه. ومتى يلتقوا؟ في وقت واحد، يعني لازم يلتقوا في نفس النقطة في نفس الوقت طبعاً. وهذا هنا الالتقاء هذا بيكون من موجتين أو أكثر بنسميه تداخل الموجات. طيب كيف يحدث هون تداخل الموجات؟ خلينا نأخذها بتفاصيل أكثر. نلاحظ معنا في عنا بهذا التصوير للمختبر الافتراضي، إحنا هون عم نأخذ قاعدين باليمين وباليسار نقاط ثابتة، حنحرك هون موجة أو ذبذبة بهذا الشكل، ونلاحظ دائما حركة النقاط الخضر أو الجسيمات الخضراء كيف تهتز. انتشار موجة كان باتجاه اليمين، بعدين ارتدت لاتجاه اليسار، هلا ارتدت اتجاه اليمين، إذا عم بحصل عندي هون انعكاسين على الأطراف الثابتة. هلا غيرنا الطرف اللي على اليمين لطرف متحرك أو طرف حر، لاحظنا كيف عم بصير ما عم ترتد الموجة، هي نفسها عم بتحافظ على نفسها، القمة حتبقى قمة. لكن لما راحت على اليسار لأنه النقطة ثابتة فهي ارتدت أو انعكست باتجاه المعاكس. طيب نيجي هلأ نتطلع، هاي عندي الموجة عم تحرك باتجاه اليمين، هاي الموجة الأولى، أطلقت موجة تانية من اليسار داخلوا لاحظتوا في الوسط حصل تداخل وأعطتني واحدة كبيرة. هلأ التنتين عكس بعض بيختلف تداخلهم، نرجع نتطلع لما يكونوا باتجاه بعض أعطتني قاع كبير، لما كانوا متعاكستين في النقطة اللي في الوسط الخضراء كانت عندي محصلتهم صفر. إذا هنا قمة كبيرة، ولما يلتقي القاع مع القاع بيعطيني قمة كبيرة، أما إذا التقى القمة مع القاع المتعاكسين حيعطيني تداخل صفر. يعني نرجع هيك نلخص، إذا حكينا لما تلتقي قمة مع قمة حتعطيني قمة أكبر، لما تلتقي قاع مع قاع راح يعطيني قاع أكبر، أما إذا التقت القمة مع القاع راح يعطوني إذا هم بنفس الاتساع تماما راح يعطيني تداخلهم منطقة صفر. ومثل ما لاحظنا بعد ما تلتقي الموجات شو بتسوي؟ كل واحدة فيهم بتكمل طريقها زي ما هي بدون أي اختلاف، بدون ما تتأثر بالتداخل. إذن الآن نبدأ هنا نعمل نشاط اللي هو تداخل الموجات. حنستعمل هنا حوض الموجات بهذا الشكل، وهنا تداخل الموجات راح ننتبه إنه هنا في هذا الجهاز راح نحط نقطتين أو كرتين هم اللي حيعملوا تذبذب على السطح حتى نحصل على مصدرين للموجات، لأنه حكينا التداخل بده يكون موجتين أو أكثر. إحنا حندرس الآن بس الموجتين في موضوع اللي حوض الموجات. إذا بنلاحظ عندنا هون في تجربة، بهذه التجربة في عندي صنبورين ماء، لو ضويت واحد بس وصار يعمل لي قطرات هون حتتولد عندي موجات، عم بصير عندي انتشار موجي لأنه هذه الموجات مستمرة ومتلاحقة. شو بصير لو ضوينا المصدر الآخر؟ مصدرين للموجات، لاحظوا الموجات شو عم بصير فيها؟ في المنطقة اللي في الوسط اللي هي عم نأشر عليها حاليا، هذه المنطقة عم بصير فيها تداخل، يعني اختلفت الموجة عن الأصلية. نقدر نقيس طبعا طول هالموجة باستعمال متر بهذا الشكل من نص المنطقة المعتمة لنص المنطقة المعتمة الأخرى، اختلف الطول الموجي عن طول هالموجي الأصلي. إذا بنلاحظ إحنا هون ممكن نغير كمان مسافة الفصل بين صنبورين الماء وبنلاحظ إيش اللي بيصير، برضو منطقة التداخل في الوسط. هلا بعدنا المصدر أكتر، مصدرين بعدناهم أكثر عن بعض، وهي بنلاحظ قاعدين منطقة التداخل اللي بالوسط بين هذه المصدرين، وماشية طبعا الموجات المتداخلة بنفس اتجاه الانتشار الأصلي. هي عندي هون موجات صوتية، هالمرة بنجرب موجات صوتية كمان تتداخل، نعم كمان تتداخل وبتعمل لي منطقة تداخل. لاحظوا هون الذرات أو الجزيئات اللي عندنا هي جزيئات الهواء اللي بتنقل الموجة الصوتية، وشفنا كيف الجزيئات اللي لونها أحمر هي فقط تتذبذب ما رح تنتقل حركة انتقالية. أما لو استخدمنا هنا مصدر آخر اللي هو الضوء، بنلاحظ هي موجة واحدة هيك شكلها. طب لما يصير هلأ عندي تداخل وإحنا حطينا حاجز في نهاية المسار، هي نلاحظ في البداية إذن هون عندي شدة الموجة أو طول هالموجة في كل النقاط متساوي. احنا هون حطينا شاشة على اليمين بحيث انه نقدر نحسب او نلتقط في هذا الجهاز اللي هي شدة الموجة الواصلة. شو بصير لما تداخل مع موجة تانية؟ هلا فتحنا انه مصدر الموجة التانية، ايوه اختلفت الموجة الواصلة في النهاية. ليش اختلفت؟ لانه هي ناتجة الان من تداخل،
ونلاحظ المنطقة في الوسط في كأنه عندي أربع أسطر، هذه الأربع أسطر كلها هي منطقة تداخل، يعني لما تنتشر الموجة على اليمين عم بصير في تداخل. بعدنا المصدرين، الآن المصدرين ضوئيين عن بعض، برضه لاحظنا تداخل مختلف. شوفوا كيف التداخل منطقته أكثر، في عندي أكثر من النقاط السابقة للتداخل، وهي شدة على اليمين بتوضح كيف هي منطقة التداخل. في عندي مناطق تداخل اللي هي فيها قمم وقيعان بسميها تداخل بناء، أما المنطقة اللي بتقع فيها الإزاحة على الصفر فهي تداخل هدام. نلاحظ إذن، نيجي الآن هلأ بالصورة الثابتة علشان نقدر نركز وناخد الخلاصة من الحركة. نركز على العمود الأول اللي على اليسار، خليني أخذ المنطقة اللي باليسار الآن. في المنطقة هون اللي باليسار عندي في البداية، هون كانت الصورة، هي رقم واحد، ناخدها بلون الأخضر، هي رقم واحد، عندي هي رقم اثنين، هذه الخطوة صارت الثالثة، وهي الرابعة، وهي الخامسة. هلأ في المنطقة رقم واحد في عندي موجتين، موجتين عم بتلاقوا، الأولى مثلا سعتها أكبر من الثانية زي ما احنا ملاحظين، هذا على سبيل المثال. لو كانت هذه عندي مثلا سعتها 3 سنتي وهذه كانت 2 سنتيمتر، شو بصير؟ عم بقتربوا من بعض، أيوة عم بقتربوا من بعض، لغاية الآن ما تغير شيء فيهم. لكن في الخطوة رقم 3 اللي هي نقطة الالتقاء، في نقطة الالتقاء هنا ببلش التغير. في نقطة الالتقاء أو منطقة الالتقاء ممكن نسميها، اللي رح يحصل هو كالتالي. هون عم بيحصل عندي تداخل، وهذا التداخل بناء. ليش؟ لأنه عم تلتقي عندي القمة مع القمة. لما التقت الآن سعة الأولى كانت 3، سعة الثانية 2، شو حيحصل على وحدة تداخلها 5 سنتيمتر في منطقة الالتقاء أو في نقطة الالتقاء. إذن هون عندي التداخل بناء، يعني جمعت أنا سعة الموجتين. بعد طيب بعد هاي الخطوة رقم 4 شو صار؟ اللي سعتها 3 تحركت ولا كأنها عبرت عن إشي، ولا كأنه صار فيها شيء، هي كانت أصلاً جاية من اليمين باتجاه يسار، يعني باتجاه السينات السالب، أكملت مسارها باتجاه السينات السالب بنفس السعة الأصلية. والموجة اللي كانت جاي من اليسار لليمين على السينات الموجة باتجاه انتشارها، أكملت بالضبط بنفس السعة الأصلية اللي هي 2 سنتيمتر. والنقطة رقم 5 بتبين لنا كمان إنه هم كملوا بنفس الاتجاه. إذا شو اللي حصل هون؟ عندي هذا التداخل بنسميه تداخل بناء، لأنه بنى قمة أكبر من السابقتين، أكبر من القمم الأصلية. أما الشكل الجهة اليمين بيختلف، كيف بيختلف؟ إحنا عندنا هاي النقاط 1 2 أو الخطوات 3 و4 و5، عندي منطقة الالتقاء هيها من رقم 3، منطقة الالتقاء حكينا أو بسميها نقطة الالتقاء، ما في مشكلة. هلأ عندي اللي التقوا هم كالتالي، عندي هنا قمة وعندي هنا قاع، أيوة هذا مختلف عن الحالة اللي قبل. هنا التقت القمة مع القاع، شو اللي بصير هنا عندنا برقم 3؟ زي ما لاحظنا نتجت عندي موجة أقل سعة من الموجات الأصلية. طيب كيف أنا بقدر أعرف قديش هاي مقدارها؟ بقدر الواحد بالشكل التالي، لو إحنا أخذنا السعة مثلا للقمة الأولى أو للموجة الأولى اللي جاي باتجاه اليمين، لو حكيت هاي مقدارها 4 سنتيمتر، أما اللي جاي من القاع كان مثلا مقدارها 5 سنتيمتر، شو بده يكون بمنطقة الالتقاء أو التداخل؟ بده يكون على طول سعة ناتجة من طرح، لاحظوا بدي أطرح سعة كل منهم، 5 ناقص 4 وحتكون لوين؟ هل هي حتطلع قمة ولا قاع؟ لأنه ناتجهم 1 سنتيمتر، حتطلع قاع. ليش؟ لأن تاء اللي هي موجة داخلة بشكل قاع هي اللي أكبر سعة. إذن حتصير عندي هون السعة الجديدة ناتجة من التداخل 1 سنتيمتر، وحكينا قاع ليه؟ لأنه الموجة اللي تداخلت هي قاع، كانت سعتها أكبر من القمة. وبعد طبعا بالخطوة رقم 4 و5 ببين لي كيف بعد التداخل مشيوا بشكل منفصل تماما ولا كأنهم متأثرين، رجعت كل واحدة فيهم بنفس السعة، هاي 4 سنتيمتر كملت بنفس اتجاه السينات الموجب، أما اللي كانت 5 سنتيمتر كملت بالسينات السالب. نيجي هلا نجاوب على هذا السؤال بالنظر إلى الشكل التالي وأجب عما يلي. شكل عندي ألف تداخل بناء، شكل باء تداخل هدام، بحكي لي السؤال في أي منطقتين أو أي نمطين تلتقي القمم معا وتلتقي القيعان معا؟ هل في النمط ألف ولا في النمط باء، أو تداخل بناء ولا بتداخل هدام؟ طبعا بتكون في الموجات اللي هي فيها تداخل بناء. إذن إجابتنا هون في التداخل البناء.
السؤال الثاني، في أي نمطين تلتقي قمة إحدى الموجتين مع قاع الموجة الأخرى؟ طبعاً هذا بده يكون في الفرع باء اللي هي تداخل هدام، القمة بتلتقي مع قاع، إذن هون بتكون تداخل هدام. إذن بهذا التداخل الهدام إحنا ملاحظين إنه هي القمة رح تلتقي مع مين؟ مع القاع. إذن أما التداخل البناء قمة مع قمة أو القاع مع القاع، فبنتج لي طبعاً موجة سعتها أكبر، مشان هيك بسميه بناء بكبر. أما الهدام بهدم قاعد في الموجات. طيب هون في عنا سؤال، متى يكون التداخل بناء ومتى يكون إذن هدام؟ يعني في عنا شروط، في عنا معناته بعض الأمور المهمة اللي لازم نذكرها، إنه التداخل البناء هنا والتداخل الهدام. تعال نشوف على اليمين تداخل البناء. تداخل البناء إحنا حكينا قبل شوي إنه تلتقي القمم مع القمم أو القمة مع القمة، طيب، والقاع مع القاع طبعا إلى آخره. ممكن نكمل أو ممكن يكون تضاغط مع التضاغط والتخلخل مع التخلخل. تلتقي التضاغطات مع التضاغطات، وطبعا نقدر نكملها والتخلخلات مع المناطق التخلخل مع التخلخل. نيجي على عندي التداخل الهدام، شو بده يلتقي؟ مين مع مين؟ بده يلتقي القمة مع القاع، حكينا تلتقي القمة مع القاع، أو التضاغط مع التخلخل. طيب كمان في عنا وجه مقارنة آخر، بقدر أنا أقارن بينهم بسعة التداخل الناتج من عندي التداخل اللي حصل. إذن هنا سعة موجة التداخل، هنا سعة إذن الموجة من التداخل البناء. شو بتساوي هنا السعة؟ بدها تكون بتساوي على طول سعة الموجة واحد زائد سعة موجة اثنين. إذن سعة الموجة واحد بجمعها مع سعة الموجة اثنين بالتداخل البناء، أما بالتداخل الهدام فبتكون سعة الموجة من التداخل الهدام. أكيد حزرتوا اللي هي إيش بتكون؟ دائما بتكون بتساوي ناتج طرحهم. إذن هون بتساوي سعة موجة واحد ناقص اللي هي سعة موجة اثنين. إذن بنطرح فورا بيطلع عندي ناتج التداخل الهدام. طب في كمان نقطة بنقدر نقارن فيها، اللي هي قديش بده يكون الفرق في الطول الموجي بين الموجة الأولى اللي بتتداخل مع الموجة الثانية. فعندنا الموجات اللي هي موجة واحد موجة اثنين في التداخل البناء بده يكون هون واحدة مثلا سابقة الثانية بمقدار لمدة، أو بنعمم بشكل عام بنقول نون مضروبة في لمدة، بحيث نون تكون هي عدد صحيح. خلينا نسجل هاي الملاحظة، إنه تسبق موجة الأخرى بطول نون مضروب في لمدة، حيث نون عدد صحيح. ايوه ممتاز. كيف يعني نون عدد صحيح؟ هي ممكن نون تكون واحد او اثنين او ثلاث او اربعة ما في مشكلة، لكن ممكن موجة تسبق الثانية بمقدار لمدة، بس حتى لما تسبقها مقدار لمدة حتضل عندي القمم تقابل القمم او تتداخل مع القمم، اما القيعان رح تتداخل مع القيعان. نيجي على الان التداخل الهدام، هل بياخذ نفس المعادلة او اللي هي نون في لمدة؟ اكيد لا. هون بهاي الحالة حيكون في عندي القمة بتتقابل مع القاع بسبب ايش؟ انه تكون وحدة سابقة الثانية مثلا بنص لمدة، ممكن نص لمدة، ممكن رقم فردي اخر، يعني مش بس لمدة على اثنين، ممكن تكون ثلاثة لمدة على اثنين، خمسة لمدة على اثنين الى اخره. اذا ناخذ الصيغة العامة، هون تسبق موجة الأخرى بطول مقدار نون في لمدة على تنين، نون في لمدة على تنين، حيث
هالمرة نون تختلف عن السابق، هنا نون عدد صحيح فردي، لازم فردي يعني بتكون نون ممكن واحد حكينا أو ثلاثة خمسة إلى آخره. فإذا هيك بتكون بهذا الشكل عندنا بتلتقي القمم مع القيعان والعكس صحيح. نيجي على هنا فكرة أو فكر طالبين، في قاعة المحاضرات توجد بعض الأماكن يكون فيها صوت المحاضر أعلى من الصوت الفعلي، بينما توجد أماكن أخرى يكون الصوت فيها أضعف، فسر إجابتك. ممكن إذا في قاعات المحاضرات تلاقي هذا الكلام، إنه تجلس في مكان تلاقي تحس صوت المحاضر كتير عالي، في مكان تاني تغير في نفس القاعة تحس لا الصوت هناك أوطى. الشغلة مش معتمدة على وين أنت أقرب ولا أبعد، إذا في مايك ميكروفون وفي سماعات بالجهة يمين وجهة يسار من المحاضرة أو من القاعة فالموضوع بيكون كالتالي، هيكون عندنا الصوت أعلى من الفعلي إذا كنت أنت واقف في منطقة عم بصير فيها تداخل بناء، هيكون أعلى من الفعلي. كيف منطقة تداخل البناء؟ هي عندي سماعة يمين وسماعة يسار، مناطق التداخل البناء هي المشار لها هيك مناطق التداخل بين الدوائر لكل مصدر بهذا الشكل، إذا هون منطقة تداخل بناء هون بناء هون بناء إلى آخره. أما المناطق الأخرى الفاضية الفارغة هي تداخل هدام، فإذا هذا المكان بيعتمد أنت وين مكانك فبتقدر تسمع الصوت. إذا هون نقدر نجاوب أنه في قاعة المحاضرات في الأماكن يكون فيها صوت محاضر أعلى من الصوت الفعلي، نكتب هون إذن أعلى من الصوت الفعلي في مناطق التداخل البناء، وبيكون أخفض من الصوت الفعلي في مناطق التداخل الهدام، فبخلي لك الجملة الثانية تكتبها. طب هنا بنلاحظ شو اللي بصير لمناطق التداخل عند تغير طول الموجي، في بعض الأحيان بيغيروا شوي بالطول الموجي للسماعات وبيقدروا فورا يلاحظوا اختلاف في المناطق اللي فيها صوت أعلى وفيها صوت أخفض. كيف يعني؟ ننظر على اليمين، شو بالنسبة للطول الموجي الموجود هنا عندي على اليمين؟ الطول الموجي هنا أكبر، طول الموجي كبير، إذا بالتالي شو عم نحصل على مناطق فيها تداخل بناء لكن هاي المناطق مالها قليلة، والمناطق الأكثر اللي هي تحت التداخل الهدام مساحتها كبيرة، هي الفارغة، هاي المنطقة الفارغة فيها تداخل هدام. طيب إذا إحنا عندنا هون هذا لما يكون طول الموجي كبير على اليمين، تعالوا نشوف على اليسار لو كان طول الموجي أقل. أنا كيف طبعا بعرف الطول الموجي أكبر ولا أقل؟ من المسافة بين الدوائر، مسافة بين كل دائرتين، إذا كانت صغيرة زي اللي على اليسار فمعناته طول الموجي هون قليل. فلما كان طول الموجي قليل لاحظوا مناطق التداخل البناء شو مالها، زادت ولا قلت؟ مناطق التداخل البناء زادت. أنا عم بحاول أشر بالضبط على المنطقة، هي التأشير هون دقيق. إذا في بالضبط هاي في المناطق اللي عم بصير فيها تقاطع بين الخطوط أو بين المنحنيات، هاي مناطق تداخل البناء. فإذا هون بدنا ننصح طبعا إنه يستخدموا الأطوال الموجية الأقل حتى يقدروا يحصل على مناطق تداخل بناء أكثر من الهدام. نيجي عندنا هون في سؤال سهل بسيط، إن شاء الله تكون هلا فهمت الكل السابق عشان تقدر تحله. بحكي لنا السؤال إذا كانت سعة الموجة الزرقاء، إذا كانت سعة الموجة الزرقاء نص سنتيمتر فكم تبلغ سعة الموجة الحمراء؟ لاحظ سعة الموجة الزرقاء هيها مقدارها نص سنتيمتر، هاي المسافة. أما المنطقة الحمراء قديش بدها تكون؟ كيف بدي أعرف؟ أنا بعرف حسب هونك شو كتب لي، إشارة هون زائد في الوسط وهون حط لي إشارة يساوي. شو يعني زائد؟ يعني إحنا بدنا نداخل بين هدول الموجتين، بدي أعمل تداخل بينهم. كيف بدي أعمل تداخل؟ أنا بدي أنتبه إنه هذه قمة عم تلتقي مع مين؟ مع القاع، وهذه كمان القاع هون بتلتقي مع القمة اللي هون، فهذا معناته في صار تداخل هدام. بالتداخل هدام أنا بدي أنتبه إنه لازم أحط واحدة منهم سالبة، يعني حطرحهم، مو معناته إنه في إشارة موجبة يعني أكيد حجمع، لا مش شرط. إحنا عندي السعة للأسفل فإحنا بنذكر قديش الإزاحة المقابلة لإلها بدها تكون بالإشارة السالبة على المحور الإزاحة. طيب إذن هنا اللي فوق كانت نص، اللي تحت كم بدها تكون حتى نحصل على كم هنا الإزاحة؟ هنا صفر. ناتج التداخل هنا لا ما إله سعة، يعني هنا السعة للموجة المتداخلة عم بتساوي صفر لأنها موجودة على موقع السكون تماما أو على مستوى الاتزان. فبالتالي إذن على طول أنا شو بدي أجاوب؟ إنه الموجة الحمراء بده تكون سعتها
نصف سنتيمتر لكنها عكس الزرقاء. ليش ما بدي أكتب سالب؟ ليه ما كتبت سالب نص سنتيمتر؟ هلأ السعة كقيمة، إحنا بناخدها كقيمة كمسافة بين مستوى الاتزان والنقطة اللي موجودة، فهو ما حدد لي وين السعة بده بأي منطقة، هل هي مع القاع ولا هي مع القمة، فهي السعة بشكل عام عندي نص، لكن لازم نذكر إنه هي عندي عكس الموجة الزرقاء، يعني موجة الزرقاء قمم قيعان، هنا تقابلها قيعان قمم. نيجي الآن هنا عندنا سؤال، عندما تتداخل منطقة التضاغط التالية مع منطقة تضاغط أخرى ماذا يحدث؟ لاحظوا عم بحكي لي عن منطقة تضاغط عم تلتقي مع منطقة تضاغط أخرى. هي النابض أمامنا، هذه إيش المنطقة هاي اسمها؟ منطقة تخلخل. إذن هون تخلخل، ولا وين التضاغط؟ إحنا بنحكي عن منطقة التضاغط اللي فيها مبين النابض مضغوط بهاي المنطقة، هون عندي إذن تضاغط. يعني حتى التداخل بالموجات الطولية مو بس بالمستعرضة اللي بتطلع وبتنزل، كمان بالطولية اللي فيها تضاغط وتخلخل بالنابض. طيب إن إحنا عنا بحكي لي تضاغط التقى مع تضاغط، فإيش بصير هون؟ شو حيحصل؟ أكيد حيحصل عندي، نشوف عنا خيارات، تتداخل الموجات وتتوقف، ولا تتداخل الموجات لتكوين تضاغط أكبر، ولا تتداخل الموجات لتكوين منطقة تخلخل، ولا لا شيء مما ذكر. طبعا اجابتنا ما دام تضاغط التقى مع تضاغط، اذا فورا بيكون تداخل بناء، يعني تتداخل الموجات لتكوين تضاغط اكبر، تضاغط اكبر لانه التداخل حكينا بناء. اذا مو شرط القمه مع قمه، لا ممكن قاع مع قاع، او تخلخل مع تخلخل، او تضاغط مع تضاغط، المهم من نفس زي ما احنا شايفين نفس النوع او نفس الجزء من الموجه عم تتداخل تعطي البناء. طيب هذا السؤال عندنا هون بفتح لنا يعني مدخل لموضوع تاني غير التداخل، واحدة من خصائص الموجات. بحكي لي السؤال ماذا يحدث الموجة عند عبورها حافة حاجز أو عند عبورها شقا ضيقا؟ هي عندي هون الشق الضيق، لاحظنا هي عندي هاي المنطقة هون في شق ضيق، وهون تمشي مثلا المياه زي ما احنا ملاحظين اتجاه الجريان يبدو بهذا الشكل. المي رح تدخل من التضاغط، نلاحظ باتجاه اليسار انه في هون عندي موجات، اذا بندقق وموجوده الرسمه في كتابك عم بتكون في موجات بهذا الشكل تقريبا. طيب هذه الموجات المرسومه عندنا بهذه الطريقه ايش هي؟ بتكون هي عباره عن موجات ناتجه من ظاهره معينه. ايش هي الظاهره هاي اللي عندنا هون؟ هي بحاول ارسمها مره ثانيه. شو عم بصير هون؟ هل هو تداخل؟ لا هذا مش تداخل، هذا زي ما حكينا خاصيه جديده اسمها حيود الموجات. يعني لما تدخل من التضيق زي ما احنا ملاحظين ما بتمشي بس بخط مستقيم، مش هيك بتمشي بخط مستقيم، لا هي فورا بتشكل لي كأنه نقطة الممر هون الضيق كأنها مصدر جديد للموجات، بتبلش منها تنتشر بكل الاتجاهات. نلاحظ كمان حيود الموجات في ظواهرنا، في ظواهر عادية في حياتنا العملية. كيف يعني؟ يعني انت زميلك خلف الجدار وانت بالطرف الثاني او بزاويه اخرى من الغرفه او من المبنى في المدرسه، اكيد حتسمع الصوت. يعني اذا انت بتحكي لاحظ هذا الشخص اللي على اليمين عم بتكلم، الشخص اللي على اليسار قادر يسمعه. طيب كيف تقدر انت تسمع زميلك مع انه الموجات احنا حكينا عم تنتشر باتجاه محدد؟ اللي بصير هون انه لما يواجه هون الصوت، وهي احدى الموجات اللي عم تصير فيها ظاهره الحيود، يعني بتبلش تنحرف عندي وتنتشر بهذا الاتجاه، فمشان هيك الطالب الآخر بيقدر يسمع صوت زميله الآخر، لكن هل بيقدر يشوفه؟ لا ما بيقدر يشوفه، هذا حنيجي لتفسيره لاحقا. نبدأ إذن عشان نعمل حيود الموجات نستخدم أيضا حوض الموجات اللي موجود بهذا الشكل، واضح عنا بنستخدم طبعا مصدر لموجات مستقيمة، رح تعمل لي موجات بهذا الشكل مستقيمة، لكن بدنا ننتبه انه عندي يقابلها هون في تضيق، منطقة تضيق، يعني احنا حاطين حاجز في الحوض بحيث انه يخلي المي بس او موجات الماء فقط تقدر تدخل في هذا التضيق وما رح تدخل في المناطق الاخرى. هيك بنعمل او بنحصل على حيود الموجات. فخلينا نلاحظ شو اللي عم بصير. هي عندي هون بالنسبة للموجات عم تعمل حيود بهذا الشكل. إذا هون الموجات عم تدخل من التضيق، هي يقابلها هذا اللي بالأسفل اللي هو زي ما نقول ما
من مصدر الضوء اللي مستخدم في الأعلى عم تظهر عندي الموجات في الأسفل. إذا اللي واضح عندنا بالأسفل هي موجات موجودة اللي عم تظهر أو بتطلع عندي من التضيق. هذه الموجات قبل ما تدخل في منطقة التضيق مستقيمة بهذا الشكل، بعد ما تدخل بتصير هيك منحنية. اللي عم بصير هون المناطق طبعا الفاتحة هذه عبارة عن قمم، يعني عم بتوضح لي قمم، والمناطق اللي جاي باليسار هذه المنحنية أو اللي عاملة دوائر مركزها هي منطقة التضيق، هودا عنا هي ظاهرة الحيود. لاحظ إذا ظاهرة الحيود الآن في هذا المختبر الافتراضي بهذا الشكل، في عنا هاي مصدر الموجات عم زي ما احنا شايفين بدون أي عائق أو حاجز أمامه عم تتحرك الموجات المستقيمة بهذه الطريقة. بدنا نعمل هلا نغير الخيار ونحط فيه امامه لو كان في فتحة واحدة. لاحظ لو فتحة واحدة حطينا في الامام، شفتوا كيف عم بصير بالموجات؟ قاعدة الموجات عم بتلف. لما كبرنا الان عرض الفتحة اختلف عندي الحيود، لاحظنا الحيود هنا اختلف. هلا رجعنا ضيقنا حتى نلاحظ الفرق. لما ضيقنا الحيود صار اكثر، حيود يعني انه عم تنتشر قاعدة الموجة من نقطة التضيق لليمين ويسار، أقصى يمين وأقصى يسار. فمتى بيكون تداعي حيود أكبر؟ لما تكون الفتحة أكبر ولا لما تكون الفتحة أقل؟ خلينا نلاحظ هنا ممكن نغير مثلا بالتردد، نزيده لأقصى حد تردد، يعني أنه الموجة تعيد نفسها أكثر خلال ثانية واحدة. ممكن نقلل السعة، لما لاحظتوا قللنا السعة خفت الإضاءة، لأنه الإضاءة هي متعلقة بالقمم، كل ما كانت القمة أكبر أو السعة أكبر الإضاءة للخط أكبر. ناخد كمان موجة أخرى من البداية، نلاحظ كيف لما حطينا الحاجز، عشان هون ننتبه هلا لما حطينا الحاجز هون وغيرنا عرض الفتحة مرة أخيرة نلاحظ إنه الحيود قل، يعني المصدر عندي أو الموجة المنطقة التضيق صارت كبيرة فعندي الحيود قل. أما لما هون عنا قللنا أو صغرنا الفتحة فصار الحيود أكبر. حيود أكبر يعني إنها بتصير تنتشر على اليمين واليسار بشكل أكبر. نشوف طيب إذا ما المقصود بالآن بحيود الموجات. حيود الموجات تعريفه بهذا الشكل، عندنا هي عملية انحناء، لاحظ الكلمة انحناء الموجات عند اجتيازها حافة حاجز أو مرورها عبر فتحة ضيقة. لاحظتوا؟ إذا عم نحكي عن فتحات ضيقة ما عم نحكي عن فتحات كبيرة. فهنا نرجع مرة ثانية لحيود الموجات، ما ننسى كلمة هي عملية انحناء الموجات. إذا الموجة بتكون بالبداية مستقيمة بعدين هي بتنحني هاي الموجة عند وصولها أو اجتيازها لحافة حاجز أو عبورها لفتحة ضيقة أو تضيق معين. هذا التعبير أو المصطلح الحيود جدا مهم. نيجي الآن نلاحظ هون بدنا نلاحظ العلاقة بين اتساع الفتحة ونمط الحيود الناتج. مرة ثانية بنلاحظ هلا لما زدنا عرض الفتحة شو صار بالحيود؟ أيوة قل. إذا الحيود بيعتمد على طول الموجة أكيد، لما قللنا التضيق أو عرض الفتحة فورا صار عندي الحيود أكبر. حكينا حيود يعني هي منطقة اللي عم بنتشر فيها الموجة بهذا الشكل صارت أكبر من المستقيمة. إذا إحنا هيك لاحظنا إنه اتساع الفتحة ونمط الحيود بيختلف، إنه كل ما ضيقنا وبيكون الحيود أوضح. لاحظ الآن الطول الموجي وسعة الموجة بعد الحيود وعلاقته مع اتساع الفتحة. بدنا ننظر الآن للفتحة نفسها ونحدد العلاقة مع مين، اللي هي علاقة الحيود مع الاتساع. طبعا طول الموجي سعة الموجة هدول كلهم أشياء مهمة لهم علاقة بالحيود. إذا بنلاحظ الآن الفيديو التالي لما استخدمنا الموجة الضوئية، لاحظ عندك الاتساع الموجات الساقطة غير عن اتساع الموجات اللي على اليمين اللي هي اللي صار عندها حيود. إذا الاتساع اختلف. لما كبرنا الفتحة لاحظتوا تقريبا ضل نفس السعة. نستعمل هلا موجات صوتية زي ما انتم ملاحظين، بدنا نضيق أو بدنا نوسع. أول شيء وسعت ما صار إشي، السعة قبل وبعد نفسها. لما ضيقت عرض الفتحة اختلفت سعة الموجة بعد الحيود فصارت أقل.
إذا طول الموجة هون عنا وسعة الموجة شو علاقته مع الاتساع؟ إذا زي ما احنا لاحظنا إنه طول الموجة الآن لما يكون كبير مثلا زي الصوت، لما موجات الصوت طول الموجة أكبر مثلا من الضوء، فعنا عم بنلاحظ إنه بيكون الحيود واضح لما تكون عندي طول الموجة كبير. نيجي للسعة، حكينا سعة الموجة رح تتغير، سعة الموجة الساقطة غير عن سعة الموجة اللي صار فيها حيود. أما الآن حنلاحظ كثافة الموجة الواصلة للحاجز مع تغير اتساع الفتحة. شو يعني هون كثافة الموجة الواصلة؟ يعني عندي هون إحنا عندنا هون إحنا الحاجز اللي هو بأقصى يمين موجود معنا، هذا هو الحاجز، وهنا بدنا نشوف اتساع الموجة الواصلة. هاي موجات إذا اللي استخدمناها بتكون أكثر شيء الكثافة في الوسط لما يكون عندي الفتحة مش ضيقة، الفتحة واسعة هون. طب شو بصير لو قللنا عرض الفتحة؟ هل حتضل نفس المنطقة؟ هي بنصبر عليها شوي عشان تعطينا هلا النتيجة. صار عندي أقل كثافة الموجة الواصلة، صارت هون أقل. نلاحظ هلا الحيود لما يكون عندنا فتحتين، يعني ممكن حدا يسأل يعني شو بصير لو كان عندي حيود بفتحتين؟ هل بزبط؟ طبعا الحيود بفتحتين بصير شوي اعقد من السابق، حيصير في التالي. هلا عم نلاحظ الموجات المستقيمه صار في عندي حيود بالفتحه الاولى والفتحه الثانيه، لكن عم بصير ايضا منطقه تداخل اللي هي هون في الوسط، هاي المنطقه عم بصير فيها تداخل، هون عم بصير حيود عادي وهون عم بصير منطقه حيود عاديه، اما في الوسط عم بصير تداخل بين الموجتين، مشان هيك حكينا شويه انها فيها اعقد شوي من العاديه، اعقد من الفتحة الواحدة. فإذا نيجي هلا نلخص شو بنستنتجنا. هي الصور هون الثابتة واضحة عندنا، لما يكون عندي الأقصى اليسار هاي الصورة التضيق هون واضح عندي، سعة الفتحة أو عرض الفتحة قليل، كان عندي حيود واضح. إنه كيف يعني حيود؟ يعني بتنحني قاعدة الموجات بدل ما هي مستقيمة. لما كبرنا شوي العرض صار في انحناء لكنه أقل. أما هون بالرسم اللي على اليمين إحنا كبرنا كتير الفتحة فصار عندي تقريبا يعني الحيود مش واضح كتير، قليل جدا. إذا وين أوضح حيود؟ دائما بيكون لما تكون الفتحة أقل. طبعا أقل لقديش أقل؟ يعني أقل العرض الفتحة لمتى؟ لغاية ما تصير قريبة على الطول الموجي للموجات. يعني هاي الموجات عندها طول الموجي لمدة، لازم هذا العرض يكون قريب من الطول الموجي اللي هو لمدة. طب إذا كان أكبر حيكون الحيود أقل وضوحا، إذا كانت قد لمدة بالضبط أو أقل منها هذا الشيء هو المفضل، لأنه حيكون وقتها الحيود أكثر وضوحا. فنيجي على التمرين التالي، الشكل التالي بحكي لي يظهر حيود موجات في حوض الماء. لزيادة حيود الموجات في المنطقة خلف الحاجز فإننا شو بدي أعمل؟ هون عنا المنطقة، هون عادي هاي الموجات، هون السقوط، هاي حصل هون سقوط للموجات، هون اللي حصل عندي هون الحيود. طب كيف أنا بقدر أزيد الحيود للموجات؟ هل أقلل اتساع الفتحة ولا أقلل عمق الماء ولا نزيد اتساع الفتحة؟ شو رأيكم؟ عشان أزيد الحيود حكينا بدنا نقلل اللي هو اتساع الفتحة، إذا إجابتنا بتكون ألف، لازم نقلل اتساع الفتحة اللي هي هذه المسافة اللي موجودة معنا، بقللها فبالتالي بقدر أحصل على حيود أوضح. نلاحظ الحيود هون عبر الحاجز، لو كان في حاجز نطلع على الثلاث أشكال يمين ويسار وفي الوسط، مين فيهم الحيود بيكون أكثر؟ يعني بتنحني الموجات أكثر في المنطقة اللي فيها الحاجز صغير، اللي هي وين؟ اللي هي على اليمين. هون بيكون عندي التداخل زي ما احنا لاحظنا، عفوا الحيود هون أكثر لما يكون عندي الحاجز أصغر. لاحظ هون في تطبيقات أيضا أخرى على الحيود، إنه هون مثلا عندي برج اتصالات، في أبراج الاتصالات زي ما احنا بنعرف بده مثلا يرسل هنا موجات، هاي الموجات اللي عم بيرسلها بتكون بهذه الطريقة عم تنتشر، هاي اتجاه انتشارها اللي باللون الأحمر، هذه الموجات ممكن تلتقي ببعض العوائق مثل هذا الحاجز. طب لما تلتقي الموجة بالعائق ممكن يصير فيها الحيود، كيف يعني حيود؟ يعني هذه الموجة بدها تنحني وتصير بهذا الشكل، يعني ممكن تنتشر على مدى أكبر.
طيب هذا الانتشار هو اللي بيمكن الموجات الاتصالات توصل لكل الأماكن في كل الأوقات. يعني هذا التطبيق فيه منه فائدة إيجابية. لاحظ هنا في مبدأ عندي أو فسر هنا فسر هايجنز ظاهرة الحيود كيف فسرها؟ هنا العالم هايجنز هو اللي فسر ظاهرة الحيود بالشكل التالي، حكى لي إنه دائما هذه اللي عندي اللون الوردي هون هذه عبارة عن مقدمة موجة رقم واحد، مقدمة الموجة الأولى أو الأصلية. بهذه المقدمة بحكي لك العالم هايجنز إنه بيعتبر كل نقطة موجودة على هذه الموجة أو مقدمة الموجة هي عبارة عن مصدر جديد للموجات. تخيل كيف مصدر جديد، لما يكون عندي أنا هون نقطة مصدر جديد للموجات، يعني أنزل نقطة ماء، شو بصير في حواليها على طول؟ بصير أيوة بصير دوائر اللي هي للقطرة. إحنا هون بهايجنز عم بستخدم نفس المبدأ، بحيث إنه عم بحكي له هلأ كل نقطة هون على مقدمة الموجة عبارة عن مصدر جديد للموجات الثانوية. وين الموجات الثانوية؟ هيها عندي هاي المنحنيات باللون الأزرق، هذه إذن موجة ثانوية، وبحكي لي كل موجة هون ثانوية عم بيكون عندها طبعا كلهم مجتمعين عم بيعملوا لي التالي. إذن هون حكينا موجة ثانوية، هدول الموجات كلياتهم نهايتهم أو المماس اللي بيوصل بينهم كلهم هو عبارة عن مقدمة الموجة الجديدة. إذن هون صار عندي هاي النقطة أو هاي الموجة هون، هذه هي مقدمة موجة ممكن أسميها رقم 2. إذن مقدمة الموجة رقم 1 هي اللي حتصدر لي مقدمة موجة 2 لـ3 لـ4 لـ5 وبنكمل إلى آخره. فبهذه الطريقة إذن فسر هايجنز إيش اللي عم بصير بالحيود. طب لما نروح على المنطقة الضيقة إيش بصير بالمنطقة الضيقة؟ عم بيعتبر كأنه فيه مصدر ممكن بمنطقة التضيق، فهذا المصدر عم بيعمل لي موجة وهي الموجة عم تتأثر وبتحرك لي لموجات أخرى. كيف يعني هاي الموجة المنحنية؟ حناخد مقطع إحنا من الدائرة اللي فسرها هنا هايجنز. هايجنز هنا كان عم بحكي إنه لو إحنا أسقطنا قطرة في الوسط أو نقطة ماء فإنه حتعمل لي التالي. شو حتعمل؟ أولاً حتعمل الموجة الأولى، الموجة الأولى اللي هي مقدمة الموجة واحد، هذه هي مقدمة الموجة رقم واحد. كل نقطة على سطحها هي عبارة عن مصدر موجة جديدة، وهدول الموجات الجداد عم بيعملوا لي هدول المنحنيات باللون الأزرق ما هي موجات ثانوية. المماس للموجات الثانوية كلها اللي بهذا اللون اللي هو لون بيج شوي أو اللون بني هون بتسميها مقدمة الموجة رقم 2. إذا الموجة رح على طول تتوسع إلى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. فلما نيجي على منطقة التضيق حكينا لاحظتوا اللي باللون الأخضر منطقة التضيق زي هيك حتكون بالبداية منحنية ومنها حتولد لي بهذا الشكل تعمل لي موجات ثانوية، والموجات الثانوية رح تعمل لي موجة أخرى بهذا الشكل. فمن منطقة التضيق تبدأ على طول الموجة تكون موجات أخرى حولها بهذا الشكل فبصير الحيود. طب على ماذا ينص مبدأ هايجنز؟ مبدأ هايجنز بحكي لي التالي إنه جميع النقاط على مقدمة الموجة يمكن اعتبارها، لاحظتوا جميع النقاط وين؟ على مقدمة الموجة يمكن اعتبارها مصادر جديدة لأمواج ثانوية تصدر منها مويجات ثانوية كروية، وأن سطح المماسي لهذه المويجات الثانوية يشكل جبهة الموجة الجديدة. إذا لاحظنا السطح المماسي عم بحكي لنا هون السطح المماسي لهي المويجات الثانوية عم بشكل لي اللي هي جبهة الموجة الجديدة. فهذا إذا هو مبدأ هايجنز واللي بيوضح لي الحيود. نختار أي من التالية صحيح الآن. عندما يكون الطول الموجي أكبر من الحاجز فإن موجة الصوت ستحيد أكثر حول الحاجز، ولا إنه عندما يكون الطول الموجي أقل من الحاجز فإن موجة الصوت ستحيد أكثر حول الحاجز؟ إحنا شو حكينا؟ لما يكون عندي طول الموجي أكبر من الحاجز، أي طول موجي أكبر يعني العرض الفتحة أقل، أيوة هذا المطلوب. إحنا دائما كنا نقول نقلل عرض الفتحة إذا كان لمدة ممتاز، إذا كان أقل من لمدة برضو بيكون أكثر وضوحا، بالتالي حتحيد أكثر. إذا إجابتنا الصحيحة إنه عندما يكون طول موجي أكبر من الحاجز فإن موجة الصوت ستحيد أكثر. إذا هذه هي إجابتنا الصحيحة. طب حيود الصوت هون يعتمد على الطول الموجي وحجم الحاجز أو اتساع الفتحة، شو رأيكم؟ صح ولا غلط هاي الجملة؟ أيوة إذا دققنا حيود الصوت يعتمد على الطول الموجي، بيعتمد ولا ما بيعتمد؟ طبعا حجم الحاجز أو اللي هي نفسها اتساع الفتحة. إذا الإجابة هون صحيحة، إحنا هنكون إجابتنا هي صح.
فبنهاية درسنا اليوم إن شاء الله تكون توصلت للمفاهيم التالية اللي هي تداخل الموجات وحيود الموجات، وهي مفاهيم جدا مهمة لازم ترجع على كتابك وتلخصها وتحط القوانين الخاصة فيها. أما واجبك البيتي في عندك الرسم التالي البياني، والرسمتين هون عندي ألف وباء، بيطلب منك إذا تداخلت الموجة التالية مع موجة ألف ثم مع موجة باء ارسم الموجة الناتجة من التداخل في كل منهما. وهيك بنكون خلصنا درسنا، إن شاء الله نلقاكم في دروس قادمة، ولا تنسوا جمال العلم إتقان العمل. شكرا لكم.